بغداد تتنفس من جديد. أبواب المحل فتحت وحركة البيع والشراء عادت إلى طبيعتها بعد أشهر طوال عانت فيها الأسواق العراقية الركود بسبب إجراءات مواجهة جائحة كورونا. ده شوفت اليوم الحركة مو طبيعية، يعني العالم مختنقة، عندها التزامات، عالم مطلوبة، عالم رزقها بيوم تعيش يومه، صاحب التاكسي العربنشي كذا، يعني لازم اكو حلول، والاصابات دا تزيد، يعني انت اليوم دا تزيد اصابات دا تزيد وانت مسوي حظر، الحظر ما اعتقد له داعي بعد. والله بالحقيقه احنا المواطنين يعني كنا نتمنى يرجع هذا يعني الحياه ترجع طبيعيه، لان تعرف مدخولنا يومي وتاذينا هوايه بهذا الحظر، بس احنا كنا مجبورين يعني. لا تزال المخاوف تراود العراقيين من خطوره انتشار الفيروس الخطير بشكل اكبر. فالكثير من المواطنين غير ملتزمين بإرشادات خلية الأزمة، وكثير منهم إلى الآن لا يؤمنون بالمرض، وعدد آخر لا يبالي به. الحياة للشارع أكيد تعرفون أنه الحظر الجزئي صار، فبالتالي اليوم نشوف حركة، لكن مدى نشوف أكو التزام من قبل الناس، يعني أغلب الناس اليوم مدى ترتدي الكمامة. أبسط الأمور هي التزاحم فيما بيننا، دا نشوف أكو تقارب، يعني شوف الشخص دا يلامس اللي بصفه ودا يمشون سوا، دا تشوف حضرتك أكو تعامل جدا، يعني تقارب بين الناس يكاد يكون سنتيمترات. يعني قد يعود حظر التجوال ما لم يلتزم المواطنين بالشروط الصحية، ما يعني عودة المعاناة لذوي الدخل المحدود. فدوام هذا الحال وتطوره يعتمد على مدى الوعي لدى المواطن. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.